حنا في اليوم الأخير ضمن فعاليات المعرض الدولي تغازوت سورف إكسبو. هذا اليوم هو الختام ديال هذا المعرض اللي كان على مدار 4 أيام من 27 إلى غاية 30 اليوم الأحد. هذا اليوم الأحد اللي عرف إقبال منقطع النظير، سواء على الورشات داخل المعرض أو من خلال السهرة الختامية هذا المساء قرب المعرض. خلافا اليوم الاول اللي كان اقبال متوسط من نظرا للتقلبات الجويه والجو الحر. بعده اليوم الثاني اللي عرف اقبال كذلك متصاعد، واليوم الثالث وكذلك اليوم الاخير اللي كتشوفوه اليوم للسهره الختاميه اللي حضر عدد كبير ديال سواء من الساكنه ديال تغازوت او الاجانب او المغاربه اللي تزامنت مع هذه العطله الموسميه الدراسيه. الحمد لله المعرض داز في احسن صوره وعرف اقبال كبير، وتخلته انشطه موازيه سواء في اليوم الاول والثاني والثالث والرابع، وكنتمناو ان شاء الله السنه المقبله يكون احسن من هذه السنه. الحمد لله تغازوت اللي كتعرف سلسله من التظاهرات اللي كتنظمها حاليا على مدار السنه، واللي كتعطي اشعاع للمنطقه ورواج اقتصادي واجتماعي على طول السنه. وشكرا. احنا الان نتواجدوا بالمعرض اكادير تغازوت إكسبو سورف. مجموعه من الجمعيات حضروا في هذا المعرض هذا، واستطاعوا انهم يكشفوا على البرامج ديالهم، البرامج السنويه والدور ديالهم في نشر هذه اللعبه، سيما في صفوف الاطفال الصغار وخاصه الفتيات. لعبنا واحد الدور نقدر نقول لك بانه خلى مجموعه من الفتيان والفتيات انهم يامنوا بهذه اللعبه هذه. اليوم في هذا المعرض هذا كان تبادل تاع الخبرات، هو معرض اول للسيرف. نتمنى والله تكون النسخه الثانيه تكون يعني بافاق اخرى، ونتمنى ان شاء الله هذه الرياضه هذه تنتشر لان السيرف واحد الرياضه اللي غادي تولي شعبيه ان شاء الله اذا تضافرت الجهود تاع الجميع وتم دعم الجمعيات اللي خدامه على السيرف ديال الاطفال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو، ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.